عسلامة. عسلامة. مرحبا بيك وبيك عايشك. خلينا نتعرفوا عليك. ملكة، نقرأ في الحجامة، نسكن في البحر الأزرق في المرسى. مرحبا بيك ملكة. ملكة، اليوم اختار تحكي معنا على علاقتك بالوالدة متاعك. قلت لي هي علاقة قوية برشا. أي أنا وأمي صحاب على الأخر، نحبها برشا، معناتها كان عطولي مال الدنيا نختارها هي، ربي يفضل هالي وربي يرحم كل أم. ومعناتها صحاب أنا وياها على الأخر، ربي يخلي هالي، ما عندي ما نقول فيها، ربي يطول لي في عمرها. عندك خويت؟ أي عندي أختي صغيرة تقرأ سيزيام. أنت الكبيرة؟ أنا الكبيرة. ديما الكبيرة تكون أقرب لأمها. أي لا، كنت أنا وأمي ما نتفاهموش جملة. علاش؟ كانت صعيبة معايا ومتعقدة وكل مسكرتها. توا كي كنت تحس هك وقت اللي هي تبدأ خايفة عليك؟ أي كنت نحس هكا خاطر وقت هي تخاف عليا وكل، أما بعديك كي نقلنا المرسى، خاطر كنا نسكنوا في حيطة ضمن، كي نقلنا للمرسى تفتحت، وليت نخرج نعمل قهاوي، نخرج نحكي لها كل شيء، إيش عملت ما عملتش، مثلا ما نمشيش نقرا باش نمشي ندور نكلمها، نقولها راني ماشية ندور، تقول لي بارد بالك على روحك، تقعد معي بالتليفون، ماهيش مقصرة معي في حد شيء معناتها. شنو آخر فهمت؟ معناها أنت وأمك كنتوا ما تتفهموش لفترة معينة، كنتوا ما تتفهموش، وأنا متأكدة اللي هي فترة المراهقة متاعك. أي فترة المراهقة. لك الصعب متاعها واهتمامها الزايد بيك، أنت حسيت قلق. أما توك كبرت فهمت لي هذاك الكل خوف. أي توك وليت خوف، نمشي نعمل أنا وياها قهوة، كل شيء معناتها. ربي يفضل هالي وكما عندي ما نقول فيها آخر. إن شاء الله. تحكي لهم كل شيء ولا؟ كل شيء كل شيء، حتى مثلا باش نخرج نقابل حاجه نقول امي راني باش نقابل وكل. اي اما تعطيني وقت تقول لي مثلا الخمسه لازم في الدار، الخمسه لازمني في الدار نكون انا ويا صحاب على الاخر معناتها. انت عايشه علاقه عاطفيه ولا توا؟ اي قلت لي نمشي نقابل يعني. اي اي عايشه. امك يعني تسالك شكون الشخص هذاك، تحب تعرفه؟ بالطبيعه اي كنا من كانت ما تفهمش هي وياه وكل مشاكل وكل، تصير مثلا حاجه نتعارك انا وياه يمشي يعاودها لامي وكل، كانوا ما يتفاهموش. توا كي عاودنا رجعنا كنا قاسينا، كي عاودنا رجعنا حكيت معاه باش يتقابلوا ومعناتها الامور تتحسن، باش تولي رسميه اكثر. صح هكاك هكا تنصحك امك تقول لك هذا ليه هذا اي ما عجبنيش، والا صاحبتك ما عجبتنيش، حاجات هكا يعني. ملول ما على لونتوراج نتاعك يعني امك تتدخل فيه ولا؟ هي تتدخل فيه، ملول ما نسمعش معناتها ما نعطيهوش قيمه معناتها كلامها، اما بعد كان نقف عليه، بعد نقف عليه خاطر ما تنصحني كان امي. هذاك علاش. باش نصحتك في خصوص العلاقه العاطفيه نتاعك؟ رد بالك على روحك، اعرف كيفاش تتصرف، هني على روحك، هني على روحك، ما تخليهوش في البنت هذيك هو ولد حليل، كان ولد حرام حاشك بعدنا عليه، هكا الفازت هذوكم. وهي راهي تبدا تدعي في قلبها يا ربي بعد ولاد الحرام على بنتي، هكاك اي ام. اي هكاك بالضبط. وكا وصحابنا وياهم. توا كي كبرت يعني وليت ترجع لكلامها تسمو؟ اي وقفت عليه وندمت كي قالت لك الكلمه وما سمعتش كلامها، ندمت على كل شيء. اما توعدك توا رجعت لها معناتها. شنو هو الاغلاط اللي ارتكبتهم في حق امك؟ اغلاط نتعارك انا وياها معناتها، ما تبدا تتكلم ما على باليش بها، اما من بعدك فقت على وضعي معناتها سيبو. بعد فقت على وضعي معناتها لي كلام امي صحيح، وكها ما عندي ما نقول فيها اخر. ربي يفضل وكها ربي يخليها لك. شنو الفرق في علاقتك انت بامك وعلاقه اختك بامك، يعني فاش تختلفوا؟ ما نختلفوا في حتى شيء، هي لا هي في قرايتها وانا في قرايتي، اللي نستحقوه معناتها تجيب هنا حتى ما عنديش. امي مريضه بالدم والسكر معناتها تنحي من عندها، ما تخليش حق الدواء، ما تخليش حق دواياتها وتلتلها بينا احنا، المهم احنا نسمعوا الكلام وما نمشيش في الثنيه الغالطه. وكما علاقتك بالوالد نتاعك كيفاش؟ ما نجم نقول شيء، كان سافا وكها، اما احنا نميلوا لامي اكثر معناتها. امك ماهيش مطلقه يعني؟ ليه ماهيش مطلقه، اما انا وبابا قلت لي ما هكا سكت من الاول، قلت بالك فما طليق وانا ليه ما فماش طليق، اما معناتها نميلوا لامي اكثر على خاطر بابا شوي شوي ما نتفاهموش معاه معناتها برشا، ديما لامي كل شيء. صعيب صعيب برشا؟ اي صعيب مش برشا برشا، اما مخلينا على راحتنا. يا صعيب يا غايب حاجه منه. هو غايب.
باش نفسروا الغياب هذا، كان تسمح تحكي بيان سور. ما نساش ما عندي حتى قلق، غايب معناتها لا يستعرف لا امي معناتها مريضه تقول لها مد لي اكل حات مد عمل لي قد لي لا ما عنديش ما نقدش وكل هكا هو مرضها هو كي نجوا نتعاركوا معاه نوليو احنا مرضناه بالسكر والدم. انت الكبيره؟ انا الكبيره. يعني اللي فهمناه انه امك هي متحمل المسؤوليه الكل نتاع الدار. اي هكاك بالضبط هي كل شيء. معناتها حتى مثلا بعد عمر طويل معناتها كان باش تمشي انا معناتها ماخذه قراري معناتها كان معناتها بعد عمر طويل. ربي يطول في عمرها. امين يا ربي، اما مثلا كان صارت موضوع لطفي يا ربي حني على امي ما نصورش نقعد مع بابا ما نعيش مع بابا. نخرج ما نعيش معاه. للاسف والله للاسف معناها قاعده نسمع في كلام كيما هكا و معناها والعباد اللي تتفرج تعرف قيمة البولي هي قيمة كبيرة على الأخر على الأخر بالحق معناها ما تنجمش تميز تقول نحب أمي أكثر من بابا ولا بابا أكثر من أمي تنمو البو معناها حاجة كبيرة ياسر نعرف حاجة كبيرة أما فما بو من بو فما بو معناتها يعرف يخو بنيته فما بو ليرة فما بو يعرف معناتها كيفاش يخو بنيته يستحفظ عليهم فما لي فهمت أنا لا هكا جيت بيني وبيني هكاك وكها قبل كي كنت صغيره كيفاش كانت علاقتك بيه؟ علاقتي بيه عاديه معناتها يعني من الصغر علاقتك بيها كيك من الصغر كيك من الصغر كيك مع امي هاني قلت لك امي معناتها ملي كبرنا معناتها هي معناتها متحمله المسؤوليه كل شيء مسؤوليه فمك الحنين الاب هكا تحسوا اتجاهه ولا لا حقيقه لا جملة كيفاش تراه انسان عادي مش عادي الله اعلم معناتها يبدا في القهوه معناتها يضحك يفدلك يجي لنا احنا يتقلب اللطف يا ربي اعطينا كل حاجه ما تشريش اعطينا ما تعملنا ما نعطيش ما مش محسسنا معناتها بحتى شيء يخدم هو يخدم تبارك الله معناتها يخرج من 8 من الماضي ساعتين نتاع الليل حتى كش الخمسه نتاع العشيه يخدم في زوز في زوز خدم تجي تحكي معاه يقول لك ما عنديش وما نمدش يعني ما هوش واقف معاكم ما هوش متحمل مسؤولية متاع زوز بنات هي كيكا انتوما أكثر حاجة مستحقينها هو البو خاطر البو العرسة صحيحة اي بالطبيعة مستحقة بابا أنا واحدة من الناس أما باش نعمل نقول كان ربي يهدي وكها ما عندي ما نقول حتى شيء آخر سينو شنو تحب تقول لأمك قدام الكاميرا؟ قولها أمي ربي يخليك ليا وربي يطول في عمرك وإن شاء الله يا ربي وإن شاء الله يا ربي نموت قبلك خاطر ما نحبش نموت مرتين في الدنيا ذي لطف عليك وان شاء الله ربي يطول في عمرها عايشك ان شاء الله ويا ربي حني ان شاء الله نهار الجمعه ربي يرحم كل ام توافيه وكها تحب توجه رساله لشخص اخر ليك هاو كهو خلي لك الكلمه الاخيره ربي يخلي امي وكها ونحكي على امي